مشاهدينا، في ختام فقراتنا لهذا اليوم نتحدث عن المنتدى الخليجي السنوي لرواد الأعمال والذي نظمته هيئة تنمية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة بالتعاون مع الأمانة العامة لمجلس التعاون لدول الخليج. في وقت سابق كنا نتحدث عن جاهزية هذا المنتدى والاستعدادات، أما اليوم نتحدث عن أبرز المخرجات التي خلص عليها هذا المنتدى مع الفاضلة المتجردة بنت سليمان المنذرية المكلفة بتسيير أعمال دائرة التطوير والتمكين بهيئة المؤسسات الصغيرة والمتوسطة. أهلا ومرحبا بك. أهلا ومرحبا ومساء الخير لجميع المشاهدين. أسعد الله أوقاتك. إذن لمن لا يعرف مثلا الفكرة من هذا المنتدى، لو نعطي هكذا بإيجاز فكرة المنتدى وأهدافه. أكيد المنتدى الخليجي السنوي لرواد الأعمال تعتبر من ضمن مخرجات أو توصيات لجنة الاجتماع 57 للجنة التعاون التجاري لمجلس التعاون دول الخليج العربية. من أهم مقرراتها كانت على أساس أن انطلاقة أو استضافة الأولى لهذا المنتدى تكون انطلاقتها في سلطنة عمان. بالنسبة للأهداف تتمثل في 4 أهداف رئيسية. الهدف الأول على أساس تشجيع المؤسسات الصغيرة والمتوسطة التوسع والانتشار في دول الخليج العربية، وعلى أساس تبادل الخبرات والمعلومات بين القائمين على منظومة ريادة الأعمال، والتعرف على أفضل الممارسات في دول الخليج العربية في تنمية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، وكذلك على الخدمات التمويلية أو المنتجات التمويلية والبدائل الأخرى. نعم جميل. طبعا هذا المنتدى تضمن عدد من الفعاليات، منها أوراق عمل، منها حديث ريادة، فعالية التعارف والتشبيك، أيضا معرض الامتياز التجاري. أتوقع أن هناك العديد من المخرجات التي توصلتم إليها، لو تحدثين عنها. أكيد إحنا نتكلم تقريبا عن 4 أو 5 فعاليات حدثت في هذا المنتدى. هناك عدة مخرجات، من ضمن أهم هذه المخرجات بداية بالمغامرة الريادية. انطلاقتها طبعا كانت، أو المغامرة الريادية كانت في عبارة عن برنامج تدريبي عملي في نيابة جبل الأخضر. كانت أهم مخرج أن عدد المشاركين كان 12 مشارك بواقع 2 رائد عمل من كل دولة خليجية. اللي حلو في الموضوع أن المشاركين في هذه المغامرة اتفقوا على أساس تنفيذ وتصميم باقة خليجية سفر وسياحة، فهذا بالنسبة للمغامرة الريادية. نعم. بالنسبة لحديث ريادة ومعرض الامتياز التجاري، المخرج الرئيسي اللي لاحظناه أن تجاوب الجمهور، زوار الجمهور، وكان هنالك عدد كبير من الشركات الكبيرة هنا في السلطنة كانت تستفسر والحصول على قاعدة البيانات لهذه المؤسسات التي شاركت في معرض الامتياز التجاري وحديث ريادة. ليس هذا وحسب، احنا جاري على اساس قياس ان كانت هنالك اتفاقيات او شراكات راح تتم بين مشاركين المعرض او الزوار. مع العلم بالنسبة لحديث ريادة تم الاعلان عن 3 فائزين، وتم تقييمهم من قبل لجنة التحكيم طبعا على 5 معايير رئيسية تمثلت في الابتكار وفي القيمة المضافة وطريقة العرض والقابلية للتوسع ودراسة الجدوى. وتم الإعلان عن 3 فائزين. طبعا الفائز الأول كان من دولة الكويت الشقيقة، والمشروع مختص بالأحياء البحرية والإكسسوارات التابعة لها في ذلك. بينما المشروع الثاني كان من دولة الإمارات، فكان المشروع عبارة عن حاضنة خاصة تهتم في عملية تنمية الأفكار، وخلال فترة الجائحة ساهمت في إنشاء تقريبا 35 مشروع. بينما المشروع الثالث الفائز كان من دولة قطر، يهتم في جوانب اللي هي مصنع، كان مهتم بجوانب الأجهزة الإلكترونية. مع العلم بالنسبة للفائزين الآخرين الكل كان فائز، لأن الجميع حصل على بقية الفائزين غير الثلاثة هؤلاء الرئيسيين حصلوا على مكافأة تشجيعية. إذا ما تحدثنا عن فعالية التعارف والتشبيك، قد تكون الفكرة مختلفة وجديدة على الجميع، لكن هنالك كان تعارف وتشبيك، والجميع حصل على فرصة التوسع لشبكة التواصل ليس فقط على مستوى محلي ولكن على المستوى الخليجي. والأهم من ذلك كله أوراق العمل. أوراق العمل طبعا غطينا تقريبا 4 محاور رئيسية، وأهم المخرجات اللي هي تكاملية منظومة ريادة الأعمال بين دول الخليج، مع الوقوف في أهمية تبادل الخبرات والمعلومات والتعرف على أفضل الممارسات في كيفية تنمية الخدمات إن كانت من الناحية الفنية والمالية للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة على مستوى دول الخليج.
جميل، يعني هناك العديد من المخرجات التي خرج بها هذا المنتدى، هدفها الأهم ألا وهو تمكين وتعزيز مكانة المؤسسات الصغيرة والمتوسطة في سوق الأعمال وتبادل الخبرات داخل وخارج السلطنة. كختام لهذا الحديث الأستاذة المتجردة، كيف قيمتم المشاريع المشاركة في هذا المنتدى من الناحية أيضا المحلية، نتحدث عن المشاريع العمانية على وجه الخصوص؟ إذا تكلمنا على أساس، إذا كان سؤالك تحديداً عملية تقييم في حديث ريادة، نعم. طبعاً حديث ريادة حظيت تقريباً عدد 2 مؤسسة إنها تشارك في حديث ريادة. طبعاً هنالك مثل ما ذكرت سابقاً 5 معايير رئيسية، وكان يتم تقييمها من قبل أعضاء لجنة التحكيم. أعضاء لجنة التحكيم عضو من كل دولة خليجية، مع العلم المؤسسة عمانية اللي هي شركة باكس حصلت على أعلى درجة تصويت من قبل جمهور المنتدى، بحيث أنهم أكثر مشروع نال على استحسان وإعجاب الجمهور. مع العلم إذا تكلمنا عن معرض الامتياز التجاري، طبعا هنالك كانت شروط ومعايير في عملية الفلترة بالنسبة للمؤسسات المستحقة للمشاركة في المعرض، وكذلك الحال بالنسبة للمغامرة الريادية، وكذلك الحال بالنسبة لفعالية التعارف والتشبيك. طبعا أخذينا بالاعتبار بحكم الإجراءات الجائحة لابد أن يكون هنالك عدد محدود في استقباله في كل فعالية. نعم جميل، بإذن الله تكون هناك أيضا فرص أوفر لقادم الأوقات لجميع المؤسسات ورواد الأعمال. المتجردة بنت سليمان المنذرية المكلفة بتسيير أعمال دائرة التطوير والتمكين بهيئة المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، كل الشكر لك. كل الشكر لكم، شكرا جزيلا. وشكر موصول لكم مشاهدينا الكرام أينما كنتم على هذه المتابعة الطيبة لبرنامج من عمان. وصلنا هكذا لختام حلقتنا لهذا اليوم، نتمنى لكم لحظات سعيدة وجميلة تقضونها في إجازة نهاية الأسبوع. اللقاءات تتجدد الأسبوع المقبل، إلى ذلك الحين دمتم في حفظ الله ورعايته.